خلوني أخذكم على خبر إنساني عاطفي عن رجل كندي أعاد الحياة لحافلة أثرية يرجع تصنيعها يمكن للخمسينات. تخيلوا أنه جلس 3 سنوات عشان يقدر يرممها بعد ما صار عمر الحافلة يمكن 67 سنة. قدر يحولها لمنزل متنقل كامل، وذكر أن الهدف من هذه الخطوة أنه يعيش مع زوجته وأن يعيدوا ذكرى الجولات اللي كان يسويها جده وجدته على نفس الحافلة اللي أصبحت جزء من حياته من وقت طفولته. حلو والله، ممتاز. وهذا 3 سنوات يجهزها. جميلة. يجهزها. وشوفي كيف دائما نقول لا ترمي الاشياء القديمه. صحيح. يعني انا زعلانه منه في تلفزيون المدينه المنوره ورا برا السور مرميه سياره بث حق التلفزيون من ايام الستينات او السبعينات، مرميه ما يبغوها. وانا صراحه قلت انا ابغى اخذها. طبعا هي حتحلى دحين، لما جت انا ابغى اخذها حيقول لك لا هذه ملك وزاره الاعلام. بس صراحه اتمنى انها ترمم وتستخدم لانها رائعه، ولساعها كده زي ما هي وشعار التلفزيون السعودي القديم. هي انتيكه يعني، فلازم انها يعني يعاد استخدامها او على الاقل تترمم وتتجهز كده وتتشرع زي العروسه. صح صح، حاجة حلوة وجميلة جدا. وذكرتني على فكرة، ذكرني السيارة اللي هو رممها بأغنية فيروز على طريق البوسطة. الله. أيوه، نفسها. خليني أخذكم معا